كانت عناب بعد ما شبحتها درت لها هذيك العلبه تاع الطون، شويه فرماج، شويه معدنوس، شويه زواتن، نشوفوا شحال تجي الشوي با ما شاء الله. كيكه مالحه وتجيكم بالطبع. هنا نجي نقطع لكم برك مرسو باش تشوفوا الكيكه تاعنا كيفاش تجي. هكذا تعرفوا اخوكم دحمانوس ما يحب يخبي عليكم حتى حاجه. هكذا شوفوا الكيكه تاعنا راح تترفد بقوام خفيف ظريف بنين بالبزاف، وراح تشبحوا بها الطاولة تاعكم وتزهو بها العائلة تاعكم. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناة مع شيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. كيما شفتوا في العنوان، كيما شفتوا في الصورة المصغرة الوصفة تاع اليوم، راح نديروا كيكة مالحة راح تكون بالبطاطا والطونة مع كريمة بلون الكروفات. ما عندي ما نقول لك، هذه الوصفة اقتصادية بنينة خفيفة ظريفة وبتشكيل راقي تشكيل جديد. كيما نديروا كيكة حلوة او لاير كيك حلو، راح تجي كيكة مالحة بالبطاطا مع كريمة خفيفة، طوم شباح، الزيتون، شوفوا شحال تجي شويبه. هذه هي دوكا اللي ما يلحقش يدير كيكه حلوه ويعجز لها ولا ما تكلفه يدير كيكه هذه ويفرح مع وليداتو خفيف ظريف. نتمنى من اي واحد فيكم يدعمنا بجنب هذا لا فيديو ويخلوه يروح باش يشوفوه بزاف ناس، باسكو الوصفه هذه جديده وان شاء الله تعجبكم كامل. هذه هي، قبل ما نبداو ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره نروح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كيما راكم تشوفوا هنا واش راح نحتاجوا في الكيكه تاعنا. اول حاجه البطاطا، راهي مبنيه على البطاطا. هنا عندي 6 حبات راهم مقشرين مغسولين محطوطين، راح نرافقهم ب6 حبات تاع البيض، يعني كل حبيبه تاع البطاطا راح ترافقها حبه تاع البيض باش يكون الحساب باين، باش نتوما اللي حاب يدير اقل يكالكولي حساباته. هنا واش عندنا؟ منكهات، 2 فصوص تاع الثوم، عندنا شويه تاع المعدنوس، هنا شويه زعيط راني نحبها، اللي يحب يديرها يديرها، اللي ما يحبش يديرها يستغنى عليها، وعندنا ملح، شويه فلفل كحل. هادو هما المكونات تاع الطبقه الاولى، ومن بعد نزيدو نكتشفوا الصلصه تاعنا بعد ما نمروا على المرحله الاولى. اذا كما راكم تشوفوا هنا، اول حاجه نجيو لتقطيع البطاطا تاعنا. نحكموا البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا، نقطعوها بهذا الشكل كلي، راح نقطعو فريت ومن بعد راح ندوروها ونقطعوها مربعات صغار كما راكم تشوفوا. هكذا نقلبوها ونقطعوها مربعات صغار، راح طيب لنا كما يقول لك لهله. هذه هي هكذا، ممكن نكمل هنا الحبيبه قدامكم. هكذا راح نقطعها كامل بهذه الطريقه. دوك انا واش راح ندير؟ راح نكمل كامل هذه الحبيبات ونعاود نولي لكم. اذا كما راكم تشوفوا هاي ديك البطاطا تاعنا بعد ما كملناها راه مقطعه كامل بتيدي وطيب لنا ساهل ماهل. دوكا واش راح ندير؟ راح نديها للمقله تاعي، نشعل الزيت، نبدا نطيب بالكمشه بالكمشه، نكملها كامل ونعاود نولي لكم. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما طابت البطاطا تاعنا، هاي ديك البطاطا راها الزبده وما شاء الله. واش نديروا لها؟ شويه ملح، شويه فلفل كحل، الملح الكميه اللي تكفي قيس البطاطا ما تكثروش. وهنا بالنسبه للبيض تاعنا راح نحطوا له جميع المواد تاعو، الثوم، شويه زعتر، معدنوس، ونزيدوا نضيفوا له لاسيزونمون ملح وفلفل كحل ونضربوهم جيدا. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما ضربناهم جيدا راح نفرغوهم كامل فوق البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا، نفرغوهم كامل ونخلطوا البطاطا تاعنا مليح باش تتميلونجا كامل مع هذاك البيض. هذا نخلطهم مليح ونعاود نولي لكم. بعد ما خلطناهم جيدا واش راح ندير؟ راح نجيبوا المول تاعنا كيما راكم تشوفوا، المول ندهنوه كامل بالزيت من تحت وندهنوه في الجوانب ونجو نفرغوا كامل الكميه تاع البطاطا. اذا كما راكم تشوفوا هنا بعد ما فرغناها وبعد ما بسطناها كامل، دوكا واش راح ندير؟ ندخلها الفرفوره وشعل غير من تحت، نخلو حتى البيض تاعنا يطيب تشد روحها ونعاود نولي لكم. هذيك الكيكه تاعنا بعد ما طابت واش ديروا؟ تخلوا البيض تاعكم حتى يطيب مليح من تحت، تزيدوا طفل من تحت، تزيدوا تشعلوا شويه من الفوق، تلقاو هكذا حمرت البيض كامل تماسك. دوكا كيما راهي نخلوها ترتاح شويه ونجوزو نحضروا الكريمه على بركه الله. هنا نجي نوجدوا الكريمه تاعنا. الكريمه واش راح نحتاجوا؟ 500 مللتر تاع الحليب، 4 ملاعق تاع الزيت 40 مللتر، 2 ملاعق كبار تاع الفارينه 50 غرام. هنا عندنا شويه ملح، شويه فلفل كحل، وعندنا الفلفل العكري وقطعه تاع جبنه عادي. الا كان عندكم فرماج بلون تقدروا ديروا شويه غريير اللي كان عندكم ديروه. هذه هي. دوك هنا واش راح نديروا؟ اول حاجه نحطوا الفلفل العكري باش يتغير لنا اللون، نزيدوا نحطوا شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، نحطوا
40 مليلتر تاع الزيت ونضيفو 50 غرام تاع الفارينة. هذه هي المكونات. نجيب الفويل تاعي ونميلونجيهم. اذا كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما ميلونجيتهم جيدا نسلهم هذاك القطاع تاع الفرماج ماشي بالعاني، نديهم فوقنا على نار متوسطه ونطيبوها حتى تتقال الكريمه تاعنا اللي راح نديروا بها الكلاصاج للكيكه. ودوك تشوفوا الطريقه على بركه الله. هنا بعد ما طلعت الكريمه تاعنا قلت لكم باللون تاع الكروفات، شوفوا شحال هايله ما شاء الله. بالنسبه للبطاطا تاعنا نخلوها تبرد، نطرفوها بالمصاير داير، نديمو ليه الكيك تاعنا، نحطو الطبسين نقلبوها ونطلعو غير بالعقل. شوفوا راها بالطبع. دوكا واش راح نديرو؟ راح نديرو لها الكلاصاج او التزيين. نبداو نفرغو هنا في الوسط هكذا كيما راكم تشوفوا، وواحدها راح تزيد تسربا غير بالعقل هكذا، ونمشيو دوك. كي نوصلو هنا للأطراف غير بالعقل باش نخرجو هادوك الطراس تاع اللاير كيك. هذه هي هكدا هكدا هادوك هادوك راح نديرهم بالمغرفة هكدا غير بشوية، نخلوها تهبط هكدا غير بالعقل هكدا. شوفو كيفاش هبطت هنايا، نتمنالكم تشوفو كيفاش هبطت، ونزيدو الاخرين غير بالعقل. نكملها كامل هكذا صاير داير ونعاود نولي ليكم. بعد ما كملتها الكريمه شوفوا كيفاش راها صاير داير كامل. دوكا من الفوق واش جبت؟ جبت حبيبه تاع الطون، الطون تاع الزيت عصرته مليح، شبحته كامل من الفوق. هنا واش راح ندير؟ راح نزيد نتشبح الكيكه تاعنا خفيف ظريف، شويه معدنوس شويه زواتن، ونعاود نولي لكم. هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. شوفوا الكيكه تاعنا بعد ما شبحتها، درت لها هذيك العلبه تاع الطون، شويه فرماج، شويه معدنوس، شويه زواتن. شوفوا شحال تجي الشويبه ما شاء الله، كيكه مالحه وتجيكم بالطبع. ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. هنا نجي نقطع لكم برك مورسو باش تشوفوا الكيكه تاعنا كيفاش تجي هكذا. تعرفوا اخوكم دحمانوس ما يحب يخبي عليكم حتى حاجه هكذا. شوفوا الكيكه تاعنا راح تترفد بقوام خفيف ظريف بنين بالبزاف، وراح تشبحوا بها الطاوله تاعكم وتزهوا بها العائله تاعكم. شوفوا الكيكه كيفاش تجي خفيفة ظريفة بنينة بالبزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة، وشتو مقادير بسيطة سهلة خفيفة ظريفة، وفرحوا العائلة تاعكم. اهنا اخوكم دحمانوس ما بقى لي يقول لكم غير بقوا على خير، وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديدة. سلام.